وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. هل سيكون سيناريو اطهر الطاهر مع النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا بعد خساره كبيره من كام سنه يعني او السنه اللي فاتت؟ والله الواحد نسي، مش هفتكر الحاجات دي، ولكن هل من الممكن ان يكون سيناريو اطهر الطاهر هو سيناريو منتخب مصر مع لاعب الموزمبيق اللي احرز الهدف في الدقيقه 94؟ هجيب لحضراتكم اسمه دلوقتي. هل من الممكن ان نرى هذا السيناريو خصوصا بعد ما انت بتقول لي كمان الطريق اسهل؟ اتفضل. طبعا بالتاكيد ممكن. انا شايف ان الفريق البطل بصفه عامه او اللي ممكن ياخد بطوله ممكن يتدرج في المستوى، مش شرط ان هو يبدا بشكل قوي قوي، يعني ممكن يتدرج في المستوى، وده اللي بيحصل، ده يعني ده ممكن يحصل ان شاء الله مع منتخب مصر. طريق مصر في الدور ال 16 هيبقى تاني مجموعه المغرب. مين هو تاني مجموعه المغرب؟ اللي هو يا الكونغو يا زامبيا. ده في دور ال 16 هنقابل يا الكونغو يا زامبيا، والاقرب طبعا الكونغو. حلو. نيجي بعد كده لدور الثمانية، دور الثمانية هنقابل أول المجموعة اللي هو غينيا الاستوائية اللي هي النهاردة كانت كاسبة كوت ديفوار، أول المجموعة الأولى اللي هو غينيا الاستوائية، فأنت بالتالي عندك لغاية نص النهائي عندك فرقتين يعتبروا كويسين. غينيا الاستوائية فريق قوي. طبعا كويس. بس يعني أنا شايف إن مصر يعني بمجبرتها تستطيع. لو قدرنا نقفل بعدين نبقى نتكلم في النقطة. بس بشرط يا كابتن إسلام، بشرط تحسين المنظومة الدفاعية لمنتخب مصر. هنتكلم فيها. بشرط إن روي فيتوريا يفوق شوية معانا. لازم البطولة تفوقه. النقطة دي عايز أسأل كابتن إسلام سؤال. هل يا كابتن إسلام بكل أمانة وكل صراحة، ساعات في بعض الأحيان لو اللعيبة وجدوا إن المدير الفني وأفكاره ما بتساعدهمش داخل الملعب؟ لا ما بيحصلش. خالص. بص هقول لك حاجه، ما بياخدوش قرار ان احنا هنلعب لوحدنا. بتحصل ولكن ممكن في دقيقه دقيقتين ثلاثه، ما بقولش ماتش كامل يعني مش هينفع بعدين. لا 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 خلاص. اليومين دول بتوع الصراحه. بس الحاجات دي يومين الصراحه اليومين دول. المهم كمل يا كريم. طيب انا عايز اقوله ان هاخد برضه ده لك احكي. ايوه ما يومين الصراحه دول انت مش واخد بالك ولا ايه؟ يومين الصراحه. لا ما حصلش ده، ما حصل يعني ما كنتش هقول كده، هقول حاجه حصلت. احنا ماتش غينيا الاستوائيه قصدي ماتش دور ال 16 احنا بنتكلم الاسبوع الجاي. فمع كامل احترام ثابت والله لفيتوريا وسي في ومش سي في، بس الامانه هو الراجل ما جاش معانا بكل امانه، يعني ذاكر ايه ولا ذاكر اي شيء. طيب عارف امكانيات اللعيبه بتاعته؟ لا. عارف التوظيف بتاع اللعيبه؟ لا. التغييرات؟ لا. ده زيزو النهارده اقسم بالله الراجل خارج ده لو برجل واحد بعد عنه عشان ما يسلمش. يعني والله مولى حبه البلد. برافو عليه العظيم بالله. هايل زيزو. ما عملش مشكله. لا ما عملش مشكله، بس هو عمل ايه زيزو وهو خارج؟ تغييره مش ممكن يعني ببساطه، تغييره غريبه. حتى هو عمال يقول ايه يا جماعه ده. لا وانت كمان المفروض في الماتش اللي فات انت شفت الناس عمال تقول لك يعني مش هو برضه الجهاز الفني معاه محللين اداء. ببساطه انا هقول لك، انت عايز تلعب في اخر الماتش وعايز تجيب هدف فهتلاعب مهاجم صريح جاي مصطفى محمد، سيب زيزو عشان هو يلعب الكروسات. صحيح. موضوع الف ب مش محتاج كيمياء ولا فيزياء ولا حاجه. الولد النهارده يعني هو بيخرجه راح باعد عنه عشان ما يسلمش عليه، بس راح ده رايح على الدكه وسلم على زمايله. واضح جدا يا كابتن اسلام ان روي فيتوريا غير متمالك لزمام الامور في المنتخب، ما عندوش اي فكره عن امكانيات ازاي يوظف اللعب، حتى التغييرات ما عندوش بلان بي، حتى غريبه جدا. ما عندوش اي خطه بديله لما الدنيا بتزنق معاه. احنا بس شايفين الراجل عمال يعرق بكل ومتوتر جدا جدا على الخط، حتى ما عندوش الاحساس انه يدي للعيبه ثقه وقت ما بنقع. لا هو متوتر جدا، متوتر لاقصى درجه. فاحنا شغالين بايه؟ زي ما ثابت قال كده، احنا شغالين بالمجهودات الفرديه. وعشان كده انا بشوف ده منتخب مش نادي، المنتخب فيه خبرات كتيره جدا بكل امانه. لعيبه المنتخب لازم يجوا في وقت كده لما يلاقوا الدنيا هتبدا تزنق. يا جماعه احنا اللاعبين الكبار لازم يبقى لهم دور في 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 مثل هذا التوقيت يا كريم. برشلونه مره عملوها والله. برشلونه في فتره من الفترات كان معانا مدرب ارجنتيني كده جابوه مره كده في موسم. يقول لك كان معانا. ماشي كمل عشان مصر كسبانه النهارده خلاص، او مصر صعدت النهارده فخلاص. فبوسكيتس بيتكلم قال لك وقت لقينا ميسي جاي وبيقول لنا يا جماعه بصوا بقى سيبكوا بقى من الراجل ده، قالوا ايه احنا هنبدا نتصرف لوحدنا. ففي ساعات بعض الاحيان انت محتاج ان انت تعتمد على مهاراتك الفرديه بكل امانه. فعلا احنا لغايه دلوقتي لما نيجي هنحلل اداء المنتخب والله منظر الجدول يا كابتن اسلام صعب قوي، صعب قوي بكل امانه. 7 نقط كاب فيردي، مصر 3 نقط، غانا نقطتين، وموزمبيق نقطه. حاجه بصراحه يعني حاجه او نقطتين كمان موزمبيق.
حاجه بصراحه صعبه جدا ان احنا في مجموعه زي بالشكل ده نطلع. بص المنظر لا ده مش منتخب مصر بصراحه، عيب عيب والله عيب عظيم. ان ده يبقى شكلنا، وعيب ان احنا يخش فينا 6 اهداف عشان تصبح النسخه دي اسوأ نسخه في تاريخ منتخب مصر دفاعيا في تاريخ كاس امم. صحيح وبلا اي فوز يا كريم، بلا اي فوز حتى الان لكن في الاخر صعدنا. الحمد لله في الاخر انت صعدت. البرتغال على فكره عملتها. نعم البرتغال في 2016 تقريبا ما فازتش ولا مباراه في دور المجموعات. صحيح وخدوا البطوله. نتمنى ان يكون البرتغال، ونتمنى ان يكون سيناريو اطهر الطاهر، نتمنى رينالدو اللي هو بتاع اتلتيكو مدريد اللي هو الباك الشمال هو اللي جاب هدف التعادل موزمبيق. بتاع موزمبيق ده اطهر الطاهر. رينالدو اطهر الطاهر نسميه بين قوسين اطهر الطاهر. اغلى لعيب في موزمبيق واغلى لعيب في موزمبيق وجاب جول. الحقيقه انا مثل هذه المنتخبات الحقيقه ومثل هذه الاهداف بتخليني اعرف يعني ايه حلاوه كره القدم. الخمس دقائق اللي احنا كنا كلنا باصين لبعض فيهم دول، وبعدين قمنا حضنا بعض، وبعدين كنا هنهز البتاعه دي ونرميها فاهم بعد ما دخل فينا الجون، وقعدنا نخبط في كنتوا هتكسروا لنا الشاشه. نحسب احسن توالد ولسه يومين. كنا هنقعد نحسب. لا ما كنتش هتحسب النهارده، ما كنتش هتعرف تعمل. هنقعد نستنى بقى، هنقعد نستنى اليومين اللي جايين، وفجاه تلاقي نفسك مبسوط فرحان بتعيط من الفرحه ومهما كانت الامور. فرينالدو ده يستحق الحقيقه، او منتخب موزمبيق بالكامل هيستحق كل التحيه وكل التقدير مهما كانت ظروفه، مهما كانت. هذه هي حلاوه كره القدم، وهذه هي حلاوه الاخلاق في كره القدم. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل.